ما هو الظل؟ يعرف الظل بأنه عبارة عن منطقة مظلمة تتكون من خلال حجم جسم لأشعة الضوء، حيث يمكن أن يتكون الظل للفرد في يوم مشمس عند المشي في الحديقة أو خارج المنزل، ويمكن أيضا أن يتكون الظل للأشجار والأسوار والمباني. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون ضوء مصباح الغرفة أو المصباح اليدوي مصدرا لتكوين الظل للأشياء التي تحجب الضوء، وذلك لأن الضوء لا يمكن أن يمر من خلال الكائنات، مما يسبب في تكوين الظل كمنطقة معتمة. وإلى جانب آخر، فإن الكرة الأرضية أيضا يوجد لها ظل، وهو ما يسمى بكسوف القمر، والذي يجعل القمر مظلما من خلال حجب الأرض لأشعة الشمس، مما يؤدي إلى أن يتكون ظلها على القمر. خصائص الظل: توجد العديد من الخصائص للظل، وهي على النحو الآتي: يمكن أن يتكون الظل للكائنات الحية وغيرها من الأشياء. يظهر الظل شكل الظل، إلا أنه لا يمكن أن يظهر الألوان والتفاصيل مثل الابتسامة أو العبوس. يمكن تغيير شكل الظل عن طريق تحريك الجسم أو تحريك مصدر الضوء. يمكن الجمع بين ظلال الأشياء لتكوين ظل جديد مختلف. يمكن تغيير حجم الظل من خلال تحريك الجسم أو الكائن، وذلك بتقريبه أو إبعاده عن الضوء. من استخدامات الظل أنه يستخدم لتحديد الوقت. يمكن استخدام الظل لتحديد الوقت، وذلك من خلال عمل ساعة باستخدام الطباشير على بقعة من الأرض ضمن الشروط الآتية: ينبغي أن تكون هذه البقعة مشمسة، تحديد منتصف الساعة بحجر أو بطبشور على الأرض، الوقوف في منتصفها في تمام أي ساعة، مثلا في تمام الساعة 9. باستخدام قطعة من الخشب أو الطبشور على سبيل المثال، يتم تحديد الوقت من خلال وضعها على الظل، ثم كتابة الرقم للساعة في وقت محدد، تعليم باقي الأرقام للساعة والرجوع في وقت آخر، وتسجيل الرقم مرة أخرى، وملاحظة الاختلاف وتحرك الظل مع مرور الوقت.